السلام عليكم، انا رشيدة رياشي. غادي ندير اليوم نقانق واحد سميتهم المتداوله سوسيس. غنديرهم اليوم بطريقه مختلفه، غنديرهم بالفلفله. ها هي، غنحتاج الثومه والبصله، وغادي نحتاج سكينجبير، هو كركم، البزار اللي هو فلفل اسود، فلفله حمراء، والملحه، وزيت الزيتون. اللي ما عندوش يدير زيت عاديه، ولكن شي جوج معالق ماشي بزاف، لان هو تيطلق الزيت تطلق اليدان ديالو. اوكي، دابا غادي ندير البصله والثومه. الطريقه ديالي كتجي زوينه. ندير شويه الملحه، شويه الزبده، مانخليش بزاف الشحر لان الزيت مخصوش نحركو. واحد جوج دقايق ونحطهم، شوف الخلنا اللي فيهم، لان حطيت الخلنا اللي دام وكان الخلنا اللي فيهم باش متحرقش ليا الزيت الزيتون. انا لو كان الزيت عادي ماشي مشكل. غادي نحطهم بسمية، حقت يجي زوين بهاد الطريقة. لازم يبدل، يبغى يبدل شوية، ميبقاش غير يشويهم ولا يديرهم في الفران. خليهم تطلقو واحد شوية، انا غادي نتقبهم يعني ابوس باش كيجي نطلع عليهم، يعني غنتعمد نتقبهم باش يطلقوا لي الماء اللي فيهم. شدت التليفون بايد باش نخدم بايد، كنعتذر على هاد الصغير. المهم هو جربوا الوصفة. هاد المقانق ما فيهمش العطرية، ما شريتش اللي فيهم العطرية، غادي نديرها انا من بعد. ماشي ما نديرش العطريه بزاف، مش حاجه قليله وصافي. شي شويه وصافي، شي كيسون كيتباعوا اللي فيهم ديجا فيهم قوام. انا شريت هادو بلا قوام، انا بعض المرات كيكونوا حارين بزاف، انا ما تيعجبونيش حارين بزاف، ندير الحار قياس ديالي. دابا غادي نقلبهم. غير كيقطعهم
وقطعهم قطعهم وغادي تخلى معاك قبل تقطعهم قريطة صغار. المهم انا عاودت قلبتهم كاملين من الجهه الاخرى. دابا غادي ندير الفلفل. اللون الناس ديال الفلفله تشهيو هذه الفلفله اللي لون ليموني. اوكي غندير دابا واحد شويه العطريه يعني لقامه ممكن ما غاديش نتاخر دابا شويه سكين جبير شوية الكركم شوية الهزة متقدرش تندير في الحارة منساش منساش ندير شوية فلفلة حلوة شوية فلفلة حارة. اوكي نخلط واحد شوية باش تدخل لقامة الفلفلة السكينجر تهبط تسلسل. دابا نخلط مزيان القامة قاصت كلشي الفلفلة ومن بعد غتهبط حتى لتحت في الصيص على المقانق. اوكي دابا غادي نغطيها باش طيب غير في الماء ديال الفلفلة وديال المقانق انا ما درت لا ما لا والو هكا وغادي نقص عليها غادي نديرها هنا غير في الجوج يعني مهيله باش ما تتحركش ليا وتطلق ليا داك الماء حتى ديال الفلفله حتى ديال الفلافل. اوكي يلا من بعد نوريها لكم كيفاش جات. ها هما النقانق ملي وجدوا ها هما صورتهم لكم شوفوا كيفاش كيجيو كيجيو زوينين. ها انا ملي طابق قطعتهم ملي بغيت نحطهم في الطبق قطعتهم على هذا الشكل صغيورين باش يجيونا ساهلين. وها هما اللي بغي يخليهم صاينين هما هادو خليت هذه صاينه يعني ما قطعتهاش ما عرفتش واش الدارجه العربيه ديال المغرب كلشي غيفهمها. ها هي خليتهم صاينين ولكن انا قطعتهم عاد قدمتهم. نتمنى تعجبكم الطريقه ديال النقانق وتجربوها. اللي جربها يكتب لي كومونتير يقول لي واش جات زوينه ولا ما جاتش زوينه. شكرا ونتمنى تدعموني انا يعني لا بديت. شكرا بزاف.